هاي تفضل. طبعا طبعا سمعت وسمعت حرصك على انك تتصل لاني اتصلت انا قبل ما يعطيك الصحه اقتنصت اللحظه وما نجمش نعديها هكاك. وجب التوضيح بالطبيعة لإفادة الرأي العام لأنه ياما صور خداعة وكذابة وتغلط أما واجب أن نقف عندها المسألة هذه. خليني نوضح أنه بالنسبة لدار الثقافة أكودة هي مغلقة وغير مغلقة في نفس الوقت. هي مغلقة لأنها حاليا بصدد أشغال صيانة بعد ما تعرضت المؤسسة هذه قاعة العروض بالتحديد لحادثة احتراق حرقت بالكامل في حادثة أليمة في جوان 2019 ومنذ ذاك الحين احنا على مستوى العمل متاعنا في المندوبية بالتنسيق مع الوزارة ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بالجهة قمنا بكل الإجراءات إلى أن تحصلنا مؤخرا على الاعتمادات اللازمة للإصلاح وانطلقت الأشغال هذه وعندها تقريبا 20 يوم اللي انطلقت وإن شاء الله في القريب العاجل تنتهي الأشغال على مستوى قاعة العروض اللي هي تعتبر الشريان الحي لدار ثقافة والكل دار ثقافة. هذا بالنسبة للجانب المغلق من دار الثقافة. بالنسبة للجانب المفتوح فضاءات النوادي موجودة وتقوم بدورها بعد ما استأنفت نشاطها بعد قرار إعادة النشاط التدريجي للمؤسسات الثقافية وإن شاء الله خلال شهر رمضان تعود المؤسسة بالكامل من خلال تظاهرة حريصين أنها تكون في مستوى الانتظارات جمهورها بمناسبة الشهر الكريم. خليني توا ناقف عند صورة الحاوية اللي قدام دار الثقافة. أنا الأسبوع اللي فات بركة كنت زرت المؤسسة في إطار متابعتي اليومية لمختلف المؤسسات اللي عنا في الجهة اللي جلها حظائر أشغال توا قائمين بمجهود كبير على مستوى المندوبية وعلى مستوى الوزارة للقيام كل ما دعت الحاجة واستوجب التدخل بالصيانة أو الترميم أو إعادة التهيئة. وقمنا بأشغال كبيرة برشا عندنا مؤسسات قاعدة تتجدد بصفة كلية. على سبيل الذكر دار الثقافة النفيضة اليوم تشهد أشغال تقريبا ترميم بنسبة 85% باعتمادات تفوت المليون دينار وغيرها من المؤسسات الثقافية. وهذا في إطار حرصنا أنه مؤسساتنا كمرفق عمومي تكون ديما في مستوى من الأريحية لاستقبال روادها في أفضل الظروف. بالنسبة لموضوع الحاوية أنا بيدي تفاجأت به ما نتصورش اللي البلدية تعمدت ما بتعرفوا هذه ترجع لي فالفرق اللي تقوم تتولى رفع الفضلات تنجم تكون هي سهوا أو بقلة انتباه بعد ما فرغت الحاوية مباشرة أمام مدخل المؤسسة هذا مرفوض. فقط حبيت نشير أنه مدير دار ثقافة بيدها اللي هو من خيرة المبدعين اللي عندنا في الجهة وشاعر كيفك في زميل اللي هو الشاعر والمسرحي صادق عمار هو في نفس الوقت مستشار بلدي توا الوقت مازالت الإدارة ما حلتش مباشرة مش نقوم بالاتصالات اللازمة باش الموضوع هذايا ياخو مجرى طبيعي مش معقول انه تكون حاوية في واجهة دار ثقافة مهما كان حتى وإن كانت دار ثقافة مسكرة أي حتى وإن كانت دار ثقافة معبية الحاوية ما هيش فارغة فقط شوف نقعد ونقصوا في الحاوية معبية ولا مفرغة أكيد مش احنا اللي حطيناها قدام مش دورنا احنا كدار ثقافة هذا دور البلدية. وجميل جدا منكم سلطتوا على الضوء على هالنقطة هذه مهم جدا مش مقبول انه تكون حاوية فضلات في مدخل دار الثقافة معبية وإلا فارغة إن شاء الله حتى معبية بالنوار الحاوية تبقى ديما حاوية وأكيد مش هتدخلوا تو مباشرة وقوموا بالاتصالات اللازمة باش الموضوع هذا ما يعاودش يتكرر مرة أخرى. شكرا ليك سي شادلي العزيب وعلى التفاعل معنا شكرا ليك على الاستماع والوفاء زاد الصباح الورد وعلى التوضيحات هذه اللي قدمتنا الكل اكيد كما قلت انت بعد شويه اتوا الاتصالات ثبتوا معناها شنو صحيح وشنو الغلط وفي كل الحالات احنا اللي غيظنا هو المشهد بصفه عامه يعني كيف طرقنا للتصوير هذا انت تعرف انت فوالا انت تعرف انه تصويره جات في كونتكست نتاع اغيير بلان يعني الصوره وما تحمل من معاني شكرا ليك لا افهم تمام من الموضوع شكرا ليك سي شادي العزيب وان شاء الله نهارك سعيد شكرا نهارك زين صباح الورد السبعة